نتواصل مشاهدينا الكرام مع الصدارة والمقدمة هنا مع المركز الأول الشاهنية وهذا بن خليفة بن سالم الخيلي السلام راعي شاهين الذي قبل هذا الشوط الشوط الرابع الذي أدى بالسلامات إلى أبناء أبو سمرة حاملا بهذا الشعار بينما المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات أيضا وصل بن مايد ايضا مقدم لنا شاني محمد بن احمد مطر مايد الاخيلي مع ثاني المراكز ثالث المراكز ايضا هملوله عمر بن راشد بن سبت الاخيلي ايضا مع ثالث المراكز رابع المراكز ايضا الوصول مع هملوله وجابر بن راشد الهايري ام هناك ايضا مع ايضا ناصر بن منصور بن سرود الاخيلي من الجانب الاخر بينما الوصول والقدوم ايضا يا سلام هناك من الجانب الاخر ارى سرابه ونايب بن محمد الرويه الاخيلي وصل مع سرابه في هذه اللحظات عودتنا الى البدايه عودتنا الى المقدمه والى ابناء ابو سمره الى هادف بن خليفه بن سالم الاخيلي يا سلام الله يا هادف يا سلام هادف وقبل الموسم هادف رفت الاعلام ما تبقى الا ايضا ايام قليله سنبدا التحديات مع العمالقه يا راعي مياسه يا سلام الله الذي ينطلق ام الوسميه يا سلام الله اداء مميز رقص رايح هناك مع شعار بو منصور بينما فيلسوف الاصايل مع المركز الثاني محمد بن احمد بن مطر بن مايد الاخيلي مع المركز الثاني ثالث المراكز هملوله وعمر بن راشد بن سبت الاخيلي ايضا مع ثالث المراكز رابع المراكز وصلت سرابه نايب بن محمد بن رويه الاخيلي ايضا مع رابع المراكز خامس المراكز ايضا الوصول مع خيره خليفه بن ناصر بن سرود الاخيلي ايضا يقدم لنا خيره مع خامس المراكز يا سلام الكيلو والمتر الاخير الكيلو والمتر القطير يا سلام الله انطلاقا مميز انطلاق رائع عن بقيه المراكز هناك مع الشاهنيه هناك والاداء الجميل والرقص الرائع بلا اوامر ولا تعليمات تفتتح بوابه الكيلو والمتر الاخير حامله بالامان الى ابناء ابو سمره يا سلام مع الانطلاق الذاتي هناك عن بقيه المراكز المركز الثاني وصل بن مايد محمد بن احمد بن مطر بن مايد الاخيري بينما ثالث المراكز هملوله وعمر بن راشد بن سبت الاخيري مع المركز الثالث رابع المراكز ايضا سرابه ونايب بن محمد الرويه الاخيري عودتنا الى الصدار عودتنا الى المقدمه الى الصراع الاقوى هناك ما شاء الله وتبارك الله الشاهنيه طارت مع المركز الاول طارت مع الاداء الجميل انطلاقا متميز هنا يا سلام هادف بن خليفه بن سالم الاخيري ما شاء الله الاداء الجميل الرقص الرايح هناك بلا اوامر ولا تعليمات سلام يا هادف سلام يا ابو خليفه سلام الى ابو منصور الى الاداء الجميل
النقطة الثانية إلى أبناء أبو سمرة وأحد ممثلين أبو سمرة، سلام يا راعي الوسمية، سلام سلام الأداء الجميل، يا سلام عطني الفارق ما بينها ما بين بغية المراكز، يا سلام باعدت هناك بالنقطة الثانية والإنجاز الثاني لشاهنية بالفعل. الله سلام سلام أبو خليفة، سلام سلام الأداء الجميل، ولكن بنقطامي واصل، بنقطامي واصل في هذه اللحظات، يا سلام ركز لي ركز لي ركز لي أخواني، ركزوا لي ركزوا لي، يا سلام. الله ما الذي جرى يا أبناء مريفيع، ما الذي حصل يا خالد يا المالكي، يا سلام. الله يسعد صباحك وصباح الورد، صباح الخير، والله رقمها ما شفته، والله سلام سلام، بس على حسب الشعار، يا سلام. إن كان أيضا إلى حمد بن قطامي بالفعل بن سعيد الأخيلي، سلامي عليك يا أبناء مريفيع، السلام، الله يسعد صباحك. بين المركز الثاني أيضا مع شاني هادب خليفة بن سالم الأخيلي، بين الوصول مع شاني محمد بن أحمد مطر مايد الأخيلي، ووصول أيضا مع هملولة عمر برايد بن سبت الأخيلي، ووصول أيضا مع سراب نائب بن محمد بن روية الأخيلي.